الله الرحمن الرحيم، نرحبكم من جديد في حلقة جديدة من عجنها عجان. وضيف الحلقة اليوم مفاجأة لأن غير العادة، يعني كالعادة شنو؟ ربعنا ناس نعرفهم. اليوم شخص مشهور في الجانب الرياضي في مملكة البحرين، هو لاعب منتخب البحرين ولاعب نادي باربار لكرة اليد، اللاعب علي عبد القادر من قرية باربار. علي طبعا تاريخ في اليد، من عائلة نشأ من عائلة كرة اليد، وهو ابن المرحوم عبد القادر من مؤسسين للعبة اليد في قرية باربار ونادي باربار. طبعا أخو إلى جعفر عبد القادر ومحمود عبد القادر لاعبين في المنتخب ولهم تاريخ كبير في منتخب البحرين. وما ننسى بعد محمد عبد القادر الأخ الأصغر إلى علي. نرحب وياكم بعلي عبد القادر، حياك تعال هنا صوب. نرحب بك علي يا أبو حسين في هذا البرنامج المتواضع. أول شيء يعطيكم العافية ومشكور على الاستضافة، إن شاء الله نكون أكون ضيف خفيف يعني في البرنامج. خفيف إن شاء الله. إنزين أبو حسين، وش تتوقع الطبخة؟ توقعت خنفروش أو عصيدة أو هريسة. هو توقع الثاني هو الصحيح صراحة، عصيدة. إن شاء الله. إن شاء الله سهلة، توكل على الله. توكل على الله. اي شيء تبوي من الاتصال، من خبرتك، يمكن ما تحتاج اتصال فنان. لا وش عرفني انت. اي شيء تبوي احنا في الخدمه. تمام. ماي وطحين المفروض شيء اساسي. اوكي زين، تعرف ما شاء الله الطحين لازم ينقلي شوي. اوكي باقي الاشياء لازم استعانه. يلا نبدع عجل. طبعا اكو الطحين وراه. زين حلو. الماي بنجيبه لك، اي قد مقدار الماي اللي تبوي بنجيبه، بس احتاج نقلي الطحين شوي. زين اكل القدر هذه يعني في ده تسوي عصيدة؟ ماذا على راحة؟ يلا نسوي فعلا. ألو شحوة حيا الله أختي العزيزة. عصيدة أبي مكوناتها في نص ساعة، في نص ساعة، في نص ساعة سريع، في نص دقيقة، نص دقيقة. بدلي بسرعة. طحين كم أقلي الطحين فترته؟ أوكي أوكي أوكي. ماي ورد وهيل وزعفران. ركز ها سيد. اوكي زين 5 ثواني. والماي ايش كثر على كوب الطحين؟ الله يلا فهم الله فهم الله. اوكي وش تتوقع بفطن؟ تنعجن عجن. بسم الله بحس روحي شكلي. يلا طب سكر. اوكي زعفران. اوكي وماي ورد. انا قلت لك المكونات المفروض هو. اي لا 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 انت ما علي ما علي اللي قلت لك اياهم تجيبهم. الله يستر من الكميه. لا شكلك خلها وانت ما اتصلت لاختك، ما اتصلت لامك، الا انت متصل لطباخ فنان ان شاء الله. صحيح لو انا غلطان. المشكله مو بس المقادير، المشكله انا وش بسوي. هذا نفس الطبخ يبين عليك. الله يستر. مثل ما تحس التلفون ما بحس التلفون. انت بتحوس بدش جوجل تدور في العصيده؟ لا لا جوجل في عصيده ما في. متاكده؟ ايه جوجل في كل شيء. طبعا يعني اللي سمعناه انك احترفت في الكويت. احترفنا في الكويت. زين انت عزوبي. عزوبي. فالمفروض يعني طبخت شيء غير البيت. طبخت مرتين يمكن. حلو، وش طبخ؟ وين الضحك السالفه؟ طبخت عيش وحركته. حلو. صدر دجاج وحركته. حلو. لو تضحك. فانيلة احمد باسة وفطوم مالتي اللي عليها. زين هذا سؤال. احمد باسم يقولون انه خلص فوانيله. ايه. جاني الكويت من غير ثياب. اوه. الباقي بعد مفهومه. هي لمتى اسوي انا كذي؟ بصير غامض واحد. قوي. أنا قايل لك قول لي وش الطبخة من البداية، أجهز روحي. عصيدة وش مكوناتها؟ المشكلة وش الوهقة؟ أنا الصراحة كنت مهيئ روحي لخنفروش. صح؟ ودورته كذي؟ لا لا. أوكي. كنت أنا بيها تحدي يعني. شوف مال السمبوسة اللي صار في السمبوسة سيد أمين. بحث عن الخنفروشة وأنواع. الخنفروش الحساوي والخنفروش اليمني والخنفروش وجينا اعطيناه سمبوسه. هذا اسهل شيء هو؟ هو اسهل واحد. اوه جت واجه انتقادات. على انه اسهل واحد؟ اي سمبوسه عاطينه وكذي. هو لانه تعرف له رائحه حلال في الكاميرا.
واسطة كبيرة. واسطة كبيرة. تعال ساعدني هذا بفطوم. لا لا ساعدك. يوم هو بروحه كان ما حد يساعده. زين عندي لك سؤال. وش قصتك يا عصير الجيح؟ منو هذا قايل لك؟ إذا علي وصلتنا معلومة. أيام الجامعة. حلو. كوبري حمد. نطلع جروب يعني بين سكشن وسكشن في بريك وكذي. وأنا يمشي بالحر. لا 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 يا يا. ف السنة دي صاحبي يعني. وأمشي بالحر. لا 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 يا. أخوي. كنا نطلع برنامجنا لازم يكون فيه عصير جح. ريقنا ما تريقنا لازم عصير جح. قلت بشرب شاي. لا 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 يا. سويت لي قلاص شاي. لا يا. حتى يسموني. أنا أجي أنا مثلا ماخذ الريوق لازم أعرف وش بيشرب. هو يجيب لي عارف إن أنا وش بشرب. فصارت يعني. صارت قصص عليها. ها قصص عليها. زي إذا قلنا مثلا. ان عجنها عجان هو بدايات علي عبد القادر في الطبخ ما تدري وش يصير يمكن نفسك الطبخ تعرفه من العصيده وتفتح مطعم زين وش بداياتك في كره اليد شوف احنا كنا صغار فالوالد يعني لاعب كره وجعفر محمود بعد ما يحتاج معروفين فكنا نروح اياهم الملعب يعني انا ومحمد بشكل عام احنا يعني ابناء القريه كلهم موجودين في الملعب حلو. شوف الجمهور موجود فلازم عقب التمرين يخلصون تمرين قبل ما يبندون ليتات احنا ننزل نلعب على قولتنا يعني من هني الواحد يعرف او يبين ان ليه مستقبل او لا او ان عنده لمسه او لا او لاعب او لا شوف اذا حركتها وانت تسولف وياي ما يشبه اذا حركتها وانت تسولف وياي انا بضبطك انت تشوف مستوى اليد في البحرين افضل من الخليج لو في مستوى الخليج تقدر تقول احنا حاليا في افضل مراحلنا في المستويات في موسمنا 2020 تقدر تقول 10 سنوات حالي. ما بقول اخر 5 سنوات اخر 10 سنوات بدايه تاهلنا لكاس العالم هي كانت يعني هني خلاص صار مستوى البحرين واضح بزياده فمن الافضل حاليا احنا يعني في الخليج عربيا مستوانا واجد زين عربيا أنا ما أدري المفروض أخلي الشكر قبل أخلي عقب أساعدك وأنا قصف في التقييم؟ لا أوكي قوي لا قوي علي وترى فيها أنواع العصيدة تجي غليظة أنا العصيدة اللي بسويها ما لها نوع شكل عادي ترى في واحد قبلوك إيه جاب سوى طبخة يعني ما توقعناها ما لها اسم كيف ما أدري إيش صارت هي كذي العصيدة يبى لهاش عضلات تبى زيادة لو أوكي بعد شوي بعد هذا مو مطحون أنا كان فكرتي مطحون كلها ترى ضبطت يعني مو ضبطت الحين ما أدري أنا شو لبندت لو لا وحين أخليها لو أدور أعجن هي العصيدة يبى لها عضلات لو يقولون العصيدة يبى لها عضلات لأن شغلتك و... تعجنها تصير تضوقها شوي ايوه شعر تاخذ راحتك بعد ما اصخى حاليا ولا شكر اوكي وش ترى دهن ما حطيت ما يحتاج انا دهن بدون دهن؟ دهن بعد زين مخلي شوي تزينها يمكن عقب كذي ولا تزعل دهن خفيف لا لا انا ما بقول لك بقيمها عليك قيمها اللي بتقيم خلاص شكلها تضوقها ضمان الامور في السكة يعني لحد الحين مع انه اذا اقتربت من الدهن منك ها تلقت لي حط دهن ما كنت بخلي دهن الصراحه اب دهن بقر اوه سيد حسن روح جيب لنا دهن بقر دبرني ما في دهن بقر جيب زبده هو شوف يبى يزينها في الصحن وشي كان حصل تقييمه زيادة من 10 لا حبيبي انا خلاص 10 من 10 وزياده ضوقها وضمها اسمه احمد باسم يجيني لا شكلك انت طابخنها من قبل والله العظيم اول مره اسويها ما شاء الله عليك زين خلاص انا خلصت خلصت كيف بنجيب لك عندك انت اول
ولدهم بقر باكل لدهم بقر شكلي بسم الله دواق وش راح تسوي الجيس؟ لا افطه ما افطه اوديها البيت بشار انت توقعت اني بتسوي هالشيء؟ والله اول مره الله يساعد شم علي في المطبخ كنا مطيح حاجه تقييم بس سكله تقييمي الى ابو حسين 10 ما اقدر اقول شيء مو لانه غريبه وشيء ولا كنا اخوهم ديره واحده بس لذيذه جدا الحمد لله يعني افضل من مطاعم صراحه مو افضل من مطاعم امزح هو حالاتها ان انت ضابط السكر ضابط دهنتها ضابط شكرتها كل شيء والدليل مو راضي اوده انزين تقييمنا 10 ويستاهل ابو حسين لايك وشير وسبسكرايب لا تنسونا من اللايكات يستاهل ها يعطيكم العافية ومشكورين صراحة استمتعت وياكم وإن شاء الله ليجز ثاني وياكم برز روحكم بتجيب أنا مجبوس عجل 100% مجبوس حرقة العيش والدجاج نشوفكم على خير باي باي سلام محمد صدق ما أمزح والله أنا تفاجئ أوكي أوكي حتى لو تكلمت عادي دقيقة لأنه بس جاء اقلع وايرة لا أوكي دمك اللاعب علي عبد القادر مواليد 1993 متزوج و مو متزوجة؟ مو متزوج علي؟ افا انت قايل لي امس متزوج مو متزوج مو متزوج زين وما ننسى بعد محمود عبد القادر محمد اوهو علي ابو حسين ابو حسين ابو حسين اوكي يلا لا سيد ناصر لا انزين وش تتوقع الطبخه من شو اعطيت انت زين لحظه خلنا اول شيء انا راح بعدنا انا جاي الحين اللي راح يصير تعرف اكلتك ها انت صور شغال والله وش قاعد تبحث لا بتصل اه حصل خير حصل خير كسرنا دله صغيره زي الحصل صرت نفس حماره ابو فاطمه اذا تاخرت بتخترب لا لا ان شاء الله بال هو المشكله ينزل طابخ سيد حسن بارد بعد سيد ناصر ما صرف لا 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 انا اللي اتذوق وانا اللي اقيم